السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا كاملين بخير وبصحة جيدة وأنتم تشاهدون هذا الفيديو. مرحبا بكم في فيديو جديد وجولة جديدة في مدينة بركان. كما راكم تشوفوا معنا الإخوان، الجو مشمس هذا النهار في مدينة بركان. تحية لكل من يشاهد هذا الفيديو سواء داخل المغرب أو خارج المغرب، تحية لكل من يتبع هذه القناة ويتفرج في الفيديوهات ودائما كيكتبنا في الكومنتار تشجيعات إيجابية وتعليقات إيجابية. تحية إليكم أينما كنتم، سواء في أوروبا ولا في أمريكا ولا في أي مكان في العالم، وأيضا داخل أرض الوطن في المغرب. إذن الخوت، الناس اللي تشاهدنا الأول مرة، أدعوكم للاشتراك بالقناة باش دائما توصلوا بالجديد ديال الفيديوهات. والناس اللي تتبعنا دائما، شكرا لكم على دعمكم المتواصل. ما كرهتش تنزلوا لتحت تكتبوا لنا شي كومنتير تقولوا لنا من أي مكان تشاهدون هذا الفيديو، في أي دولة ولا أي مدينة أنتم الآن. اذا نبداو الجوله ديالنا. كما راكم تلاحظوا راني في طريق السعيديه. اذا الجوله ديال اليوم ان شاء الله غادي تكون البدايه من طريق السعيديه، غادي نمشيو معها حتى نوصلوا للحي ديال مربوحه، غادي ندخلوا مع ديك الزنقه ديال الجامع ان شاء الله على اليسار ونطلعوا معها وتستمتعوا معنا بهذه الاجواء الجميله الموجوده في مدينه بركان. الشمس راه ضاربه شويه فيا، المهم صبروا معنا واحد شويه حتى ندوروا. اذا كما راكم تلاحظوا الخوت، الاجواء مشمسه هذا اليوم في مدينه بركان. اليوم السبت كاينه واحد الحركه، تقريبا التوقيت راه قبل العصر بواحد شويه، ما بقاش بزاف الاذان العصر. اذا غادي نمشيو ديريكت حتى نوصلوا للجهه ديال المربوحه، المهم غادي ندخلوا مع ديك الزنقه ديال الجامع ومن بعد نوليو على طريق وجده. اذا هذه هي الجوله ديالنا لهذا اليوم، نتمنى انكم تستمتعوا معنا. كما قلت لكم راه الشمس ضاربه شويه، راه انفصليه، المهم ماشي مشكل. اقرب ندخلوا لديك الزنقه ديال المربوحه. اذا الخوت، الزنقه ديال الجامع هي هذه، غادي ندورو معها. ها هي الشمس درك مشات. ما بقاتش انفاس. هذه هي الزنقه ديال الجامع، يعني هذه هي الزنقه المعروفه في مربوحه، في الحي ديال الداخله او حي مربوحه كما هو معروف عند ساكنه مدينه بركان. وتحيه للناس اللي ساكنين في هذه البلاصه ولا اللي عندهم شي عائله هنا، ينزلوا لتحت يكتبوها لي في لي كومونتير. والصراحه انا يعجبني هذا الحي بزاف، لان تربيت فيه في الطفوله ديالي، فوتها كامله هنا في مربوحه. هاي الناس راهو خارجه بالعصر، صلاه العصر راهو الدن. هذا هو المسجد ديال مربوحه، هو هذا. اذا غادي نخرجوا ديريكت في طريق وجده، يعني في الشارع الكبير، وتما كما راكو عارفين راه دارت واحد الرومبوا في هذه البلاصه. هاي الخوت، وصلنا للقنت ديال هاد الزنقه، هي هادي الرومبوا الجديده، هي هادي الخوت. اذا حنا غادي ندورو على اليسر باش نطلعو مع طريق وجده. اذا هنا الا مشيت على اليمين غادي تمشي لديك الرومبوا ديال التشينا، شارع محمد الخامس. والا درت على اليسر طبعا غادي تمشي في طريق وجده في الاتجاه ديال وجده، يعني هادي الطريق اللي كتدي مباشره لوجده، هي هادي. لذلك كنسميوها حنا في بركان طريق وجده. هاي الخوت، هذا هو الشكل الجديد. الناس اللي مده طويله ما جاوش البركان غادي يحسوا بواحد التغيير على صعيد يعني البنيه التحتيه. والحمد لله في هذه الايام الاخيره مجموعه ديال الشوارع اللي كنا دائما كنهضروا عليهم وكنقولوا ان راه خصهم التهيئه، الحمد لله راه بدات توصلهم التهيئه. سمعت ان داك شارع بوراس حتى هو راه غادي يبداو فيه يخدموه، وشارع الاهرام ايضا، وخصوصا شارع بوراس لان راه فيه واحد الاناره كارثيه في الليل، الصراحه ما يبان والو. في النهار عاود الطريق محفره بزاف، لي تريطوار عاود نفس، كاين مشاكل بزاف تما. اذا ضروري داك الشارع خص يعاودوا له التهيئه ضروري في اقرب وقت. وحتى شارع الاهرام حتى هو راه ناقصو شويه، حتى هو خصو شويه التهيئه، خصوصا الاناره. هو زعما الطريق ديالو مزيانه واسعه،
ولكن الإضاءة في الليل مشكل كبير. وأيضا مجموعة ديال الشوارع الأخرى بحال داك الشارع ديال اللي كيفوت على ديك المقهى ديال واد الذهب اللي كنت درت فيه واحد الفيديو سابق، وكانوا قلنا أن بداو فيه الأشغال باش يهيئوه باش يوسعوه، كيتسمى شارع الأمير مولاي محمد. والشارع عاود اللي متوازي معاه هو شارع الشهداء، حتى هو راه داخل في المشروع، حتى هو غادي يديروا له التهيئه. حتى هو الشارع فين كانت الكوميساريه القديمه، يعني الناس ديال البركه راهم عارفينها. انا كاين واحد الشارع غير كيطلع واحد الشارع غير كيهود، الشارع اللي يطلع هو اللي كيديك لبنو سينا، الا مشيت معاه حتى للقنت غادي تطلع لبنو سينا، هذاك هو شارع الشهداء. اذا هذاك الشارع حتى هو راه داخل في واحد المشروع ديال التهيئه، هو وشارع الامير مولاي محمد، واحد الشارع حتى هو بالقرب منهم، يعني ثلاثه ديال الشوارع اللي كاينين. وايضا قلنا شارع بوراس، راني شفتها في الفيسبوك، يعني راه في مجموعه ديال الصفحات ديال بركان، قالوا بالله حتى داك الشارع غادي يتعدل، اللي هو شارع بوراس. ونتمنوا ان الاصلاح يكون على صعيد جميع الشوارع الرئيسية ديال المدينة، يعني كاع الشوارع الرئيسية وحتى الأحياء داخل الأحياء، راه كاين بزاف ديال الأحياء المهمشة للأسف اللي ما فيهاش القدرون، كتلقى فيها مشاكل كبيرة في البنية التحتية. إذا نتمنوا الالتفات حتى لدوك الشوارع، تاهما خصهم تدخلهم في التهيئة ضروري. البوليس هنا. إذا هنا الخوتي لمشي ديراكت، هذه هي الطريق المؤدية إلى وجدة، غادي ندورو هنا على اليمن. نتمنى أنكم تكونوا استمتعتوا معنا بهذه الأجواء المشمسة اللي كاينة في مدينة بركان هذا اليوم. الشمس تبارك الله. إذا رحنا بالقرب من لاصال ديال الرابحي، غادي ندور هنا على اليمن. إذا هذا الشارع هو اللي كيدينا لحي المعلمين أو حي الأمل، الاسم ديالو هو حي الأمل. تحية للسكان ديال هذا الحي، الناس اللي ساكنين هنا. هذه هي الزنقة الرئيسية في حي الأمل، هي هذه كتديك ديريكت للجهة ديال ديك مقهى السوسي أو ستاسيون إفريقيا. إلا مشيت معها ديريكت إذا وصلنا للنهاية ديال الفيديو ديالنا لهذا اليوم. نتمنى أنكم تكونوا استمتعتوا معنا بهذه الجولة في مدينة بركان، كما قلنا الأجواء مشمسة هذا اليوم. نلتقي إن شاء الله في فيديوهات مقبلة بحول الله، في أماكن جديدة إن شاء الله، وفي جولات مختلفة. الناس اللي تشاهدنا لأول مرة أدعوكم للاشتراك بالقناة باش دائما توصلوا بالجديد ديال الفيديوهات. بزاف ديال الناس اللي كيتفرجوا في الفيديوهات كيعجبهم المحتوى، ولكن للأسف مازال ما اشتركوش بالقناة. اشتركوا بالقناة باش دائما توصلوا بالجديد ديال الفيديوهات. إذا تحية إليكم، ونلتقي إن شاء الله في فيديو مقبل بحول الله. إلى اللقاء.